أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظهورها على سواحل ميناء الإسكندرية. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن الأسماك المتداولة في الأسواق سليمة وآمنة تماما. تبذل الدولة جهودا متعددة للنهوض بالقطاع الصناعي وتطوير البنية التحتية وتهيئة بيئة الأعمال. وجاء ضمن تلك الجهود مجمع المطهرة للصناعات المتوسطة والصغيرة بمحافظة المنيا، والذي يحتوي على 68 وحدة صناعية. جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي تعددت، فشملت تطوير البنية التحتية وتهيئة بيئة الأعمال. ففي مجمع المطهرة للصناعات المتوسطة والصغيرة بمحافظة المنيا 68 وحدة صناعية، منها شركة جروبست للتوكيلات الزراعية الورقية التي تغطي احتياجات المنتجات الزراعية بالداخل دون الحاجة إلى الاستيراد من الخارج، حيث أنه يوفر أجود وأحسن المبيدات والأسمدة والمخصبات الزراعية. دخلنا في مجال التصنيع بمساعدة ومجهودات الناس اللي موجودة برضو هنا في المجمع والمسؤولين، وبرحب أشكر برضو الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن هو أتاح لنا حاجة زي دي، وإن إحنا نكبر من نفسينا من شركة توزيع، لأن بقى إحنا عندنا مصنع وقدرنا إن إحنا نغطي جزء من احتياجات المنتجات الزراعية اللي موجودة عندنا هنا في السوق، وما نعتمدش بشكل كبير على المواد اللي بنجيبها من الخارج. مجمع الصناعات أتاح أيضاً وحدات جيدة فضلاً عن الدخول في مجال التصنيع بدلاً من التوزيع فقط، ما يساهم في تغطية جزء من احتياجات المنتجات الزراعية في السوق المحلية. خط الإنتاج الأوتوماتيك بيشتغل كالآتي، تمام، بيتم خلط المواد في الميكسر، والميكسر بياخدها منه البمب بيطلع للخزان، الخزان بيتملي اوتوماتيك من السنسور، بيقف وحديه وبيعبي وحديه، بيتم دخول الابوات، تمام، من بوابه الدخول، بعد كده بيتم تعبئتها، بتعدي من بوابه الخروج، بعد كده بتتغطى مكان التغطيه، بتعدي بنقفل الكراتين، بعد كده بتطلع الانتاج النهائي ليها. المكنه يضم حوالي 10 مكنات، لو في مكنه فيهم عطلت او هي حصل اي حاجه بصلحها واعمل لها صيانه. معانا هنا مكنه التعبئه، تمام، مسؤول عن صيانتها، لو في أي حاجة عطلت أو كده أو وقفت بحركها كده وأشغلها. فالدولة تقدم كافة أنواع الدعم لتشغيل وتطوير هذه الوحدات لتنمية الإنتاج المحلي. إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم بتباين مؤشراتها بضغوط هبوط أسهم قيادية، ليرتفع رأس المال السوقي بنحو 3 مليارات جنيه، وتراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 25% ليغلق عند مستوى 23894 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 4791 نقطة، وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 10% ليغلق عند مستوى 7027 نقطة. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض هذا، وانخفض مؤشر دبي 2% متأثرا بهبوط سهم أعمار العقارية 2.3%، كما نزل مؤشر أبو ظبي 1.1%. نهاية أخبار اقتصاد، أعود من جديد إلى نهى وريهام. شكرا جزيلا لك محمد عبد الله.